تعملي اقعد مكتب 6 عشان مسكين هيك مشارك في الوقت النهارده عادي لمنظمات احنا النهارده جينا علشان نوصل رساله كنيسه تتضمن نقطتين واحد انه الكنيسه والمجلس العسكري فيها نقطتين واحد ان احنا في ناس قعدت تدافع طول السنه اللي فاتت دي علشان مدنيه الدوله وخاصه دين عن السياسه وقدمنا شهداء في سجن ما اعتقدش انه من المقبول دلوقتي ان احنا نرجع لعصر ما قبل مبارك. النقطه الثانيه ليها علاقه بالموقف الحالي اللي احنا فيه، الموقف اللي احنا فيه ده بيقول انه في الاف الشهداء في ارض مصر ومصر حزينه. مش من اللائق ان الشعب كله يبقى حزين واحنا بنحتفل. وفوق الاحتفال ده ندعو مين؟ من تحوم حولهم الشكوك ودماء الشهداء ونصافحهم وكانه اي شيء لم يكن يعني وانه انا مش متخيل انه حد مثلا زي اللي هو حمدي مدين رئيس الشرطه العسكريه يسقفوا له في الكنيسه. الراجل اللي امر بقتلنا في مسبيرو. يعني تعليق حضرتك على المجلس العسكري مش على الاخوان مثلا؟ لا دي نقطه يعني في النقطه بالنسبه للاخوان. يعني احنا ايام الثوره وايام ال 18 يوم الكنيسه كانت بتحذرنا ما تنزلوش علشان اللي بيعمل ده اخوان. يعني بيحذرنا بيحذرونا ان الاخوان اللي عاملين ده اذا كنت انت بتحذرني من حوالي 12 شهر جاي النهارده تستقبله. انا عايز اقول انه اللي بيعمله الاخوان المسلمين ده نفاق سياسي وده مش ود ولا محبه زي ما هما بيقولوا لان هو في الاصل لا يعتبرني مواطن. ايديولوجيته بتقول كده. انا مش مواطن حقيقي. يوم ما يعتبرني مواطن حقيقي بند ومستوى وانا مساوي لي بكل الحقوق اهلا وسهلا بيه، لكن الحد ده ما اقدرش ادخله. بس انا اسف انا هنقل الراي الثاني. في بعض الاحزاب السياسيه بل ربما اللي حضرتك بتنزل مثلا للتيار السلفي اللي هو اشد تعصبا من الاخوان صح؟ طيب بعض التيارات السلفيه قالت اللي هو بيعترف بحق المواطنه للمواطن لا ده مش حقيقي. بص في فرق ما بين ان اطلع اقول كلام لطيف جدا وان انا اقرا الايديولوجيه بتاعتك. تعالى نرجع للحزب النور والجماعه الاسلاميه وايديولوجيتهم السياسيه عامله ازاي. الرجل ده لا يهدف الى دوله مدنيه ديمقراطيه لكنه يسعى لدوله او خلافه اسلاميه، والخلافه الاسلاميه الجنسيه فيها مش للوطن، الجنسيه فيها للدين، وده معناه ان انت مش مواطن كمسيحي في مصر، انت مش مواطن. فهو يرجع يقول كده ده وانا اعيد واقول لك ان ده نفاق سياسي، ان هو الوضع الحالي يجبره انه يقول مواطنه، لكنه لا يؤمن بده. غير الورق اللي انت بتؤمن بيه اللي احنا بنقراه في الكتب ده عنك، قول انا مش بامن بالكلام ده ساعتها صدقك. طيب حزب النور السلفي في اسكندريه او في بعض الاماكن كان بدا يسلم بطايقه لبعض الركز الداخليه بحيث ان هم ينزلوا يحموا الكنائس في العيد القيامي. ده نوع من التعدي على سلطه الدوله. تعالي طبعا على صوت الدوله لانه مسؤوليه الحمايه دي. بس هو يعني هو راح سلم البطايق بتاعته بحيث ان هو يتعاون مع الجهه المنوط بيها لحمايه الكنائس وكده. اول حاجه هو تعدي بالفعل لانه لا يملك سلطات الشرطه وهو بيقول دلوقتي انا عايز سلطات الشرطه ان هو هيحمي فلازم يبقى عنده سلطات شرطه وده خروج. حضرتك مش شايفه اللي هي نوع من المساهمه؟ لا 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 بالمره. ليه بقى لانه اذا كنت انا المسيحي محتاج تامين وحمايه ده لانه في سبب. لانه انا حاسس بالتهديد. التهديد ده جاي لي منين؟ التهديد ده انا شايفه من الاخوان من السلفيين. انا حضرت واقعه امبابه وانا شفت احد الشيوخ وهو طالع بيقول انه مش هنبقى رجاله لو ما اقتحمناش وحرقنا كنايسهم. الخوف اصلا من السلفيين. انا عايز حد يجي يحميني منهم. الراجل ده كل يوم بيطلع في قنواته الفضائيه بيهددني، فيحميني من مين؟ اللي هو اللي طلع وهدد بحرق الكنايس يعني؟ التيار السلفي كله لانه ده مش شخص عادي. يعني ابو يحيى ده مش اي حد. شخص وقياده لها اتباع. وهي اتباع ولا ينكرون هذا يعني، ولا ينكرون ما على ابو يحيى يعني. حضرتك شايف الخطر اللي هم بيمثلوه يعني؟ بص في خطر ليه علاقه بالوقت الحالي او العنف يعني العنف عنف العنف باليد طبعا وده اللي احنا شفناه مؤخرا فيما يسمى بهيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. انا بقول انه مفيش يعني انت شايف ان دي حاجه واقعيه؟ مفيش دخان من غير نار. وبعدين انا مش بس هعتمد على ما ينشر في الانترنت واي حد ممكن يقدر يعمل ده، لكن احنا لينا اصدقائنا انا مسلم ولي اصدقائي المسلمين يعني وصديقاتي المسلمات انه كانوا بيعدوا عليهم سواء
في المحلات اللي بيشتغلوا فيها او في الجامعه قولوا لهم احنا بعد يومين هنيجي ولازم انت تلبسي زي اسلامي، انت لازم تطلق اللحيه، واحنا كنا بنشوف ده بعينينا وحاصل الخناقات قدامنا. احنا في عصر الميديا، هل حضرتك رصدت اي فيديو؟ لا انا حضرت الواقعه دي بنفسي، يعني ما حاولتش تصور ولا اي حاجه؟ لا احنا كنا قاعدين ودخلوا ناس وبيقولوا لواحدة صديقتنا، فالحسين والازهر هي عندها ورشه فضه، وكنا قاعدين ودخلوا قالوا احنا بعد يومين هنعدي عليك لازم تبقي لابسه الازدال والزي الرسمي. انا بعتقد ان ده ما بقيش مقبول دلوقتي باي شكل من الاشكال، وده خطر اذا كان النهارده بيهدد المسلمين عشان هم بيقولوا احنا هنفرض ده بس على المسلمين، لكن بكره يهدد المسيحيين. وخلينا نرجع لحالات حصلت في المنيا من 3 شهور ودي انتشرت في المنيا، قص شعر المسيحيات لانهم غير محجبات، وتم عمل محاضر بهذه الوقائع في المنيا. ما فيش اي كاميرا رصدت الموضوع ده؟ لا انا ما شفتش كاميرات، لكن في محاضر المنيا في المنيا هيصور ايه؟ واحده راكبه ميكروباص حضرتك وواحد قاعد وراها وماسك مقص بيقصلها شعرها، مين هيصور؟ يعني وتم عمل محاضر للموضوع ده. وبعدين احنا سيبنا من 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 الوقائع دي، خلينا في التصريح. الشيخ صلاح ابو اسماعيل، حازم صلاح ابو اسماعيل قالها بكل صراحه، نحن نسعى لتطبيق الزي الاسلامي من حجاب للمراه وجلباب للرجل على الهوى. قالها بالنسبه للمسلمين؟ قالها للمسلمين والاقباط، وقال انه على من يخالفون الشريعه ولا يدينون بدين الاسلام ان يحترموا مشاعر الاغلبيه، وانه في صلاه الجمعه اذا كنت مسيحي لا تصلي فعلى الاقل احترم تقاليد البلد ولا تسير في الشوارع وقت الصلاه وتظهر كفرا في الشارع. ده اتقال على قناه التحرير لكل الناس وكلنا سمعنا الكلام ده. ده بيقوله واحد من اكبر اعلام السلفيين في مصر، الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل المرشح المحتمل لرئاسه الجمهوريه، فما بالك بما اقل منه، وما بالك بما اقل هو ثقافه من الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل. هنستنى ايه بعد كده؟ وبعدين تقول لي هو المسيحيين بيتهددوا ايه ولا خايفين من ايه؟ الكلام ده مش يرعب المسيحيين، الكلام ده يرعب المسلمين كمان. طيب في ظل يعني يعتبر نقول اللي هم مثلا اكتساح بعض التيارات الاسلاميه في البرلمان، انت يعني ده بيمثلك انت ايه كفتي او مسيحي؟ بص انا حضرت في الجوله الاولى نزلت مراقب، ونزلت في الجوله الثانيه مراقب. واحد في دوائر معينه؟ نزلت في الجوله الاولى حلوان والثانيه بني سويف. اول خطا في الانتخابات أول خطأ في الانتخابات البرلمانية الحالية هو خطأ دستوري وانتهاك للدستور. واحد، الذين يشاركون في الانتخابات أحزاب دينية مخالفة بالمادة 4 من الإعلان الدستوري، يعني مفيش أحزاب دينية. 2، في تفصيل قانون الانتخابات البرلمانية يحظر استخدام الشعارات الدينية في الانتخابات البرلمانية أو وضع دعاية على مؤسسات دينية، مساجد أو كنائس، وده كله تم انتهاكه. ده أنا ما اتكلمتش معاك فيما هو الانتخابات وعملية الانتخابية، لا أنا بكلمك قبل الانتخابات. عندنا أحزاب غير شرعية طبقا للإعلان الدستوري، عندنا دعاية غير شرعية طبقا للإعلان الدستوري، وما زالت الانتخابات تجري. عملية الانتخابية بقى، انا دخلت وانا مسجل الكلام ده، انا دخلت لجنه رقم 167 الدايره الاولى في بني سويف، ورصدت انه القاضي قاعد والموظفه الاداريه قاعده ماسكه الورق وبتسود. ولما اتكلمت معاه انه ده خطا وانتهاك وتزوير وتغيير في إرادة المواطن، أمر بإحضار الشرطة وخرجني بره الجلسة. حاولت أدخل تاني منع. طب ما حاولتش تصور أنت التجاوز ده؟ لا يعني إحنا أنا لسه كنت داخل اللجنة وده حصل، وكان في مشادات ما بيني وما بين القاضي وما بين الموظفة، وما أنا ما قدرتش أعمل ده حقيقي. لكن أنا مثلا في حلوان بتصوت بحزب معين؟ انا ما شفتش، كان بعيد عني، لكن ماسكه اوراق التصويت وهي ماسكه بتصوت.
انا ما اقدرش اقول لك بتصوت لمين، لكنه ده يوضح مدى الانتهاك داخل العمليه الانتخابيه. انا في دايره حلوان ركبت اتوبيس حزب النور. انت شكلك سلفي اصلا مربي ده. وانا غريب على المنطقه، ما كنتش اعرف الطريق هناك. بولس على رمز حقوقي بالنسبه لك، اختلف مع سياسيين كتير حقيقي. عيله استاذ سيف كلها يعني، سواء دكتوره منى، استاذ احمد سيف، علاء، منال، اهداف، يعني حقيقي هي عيله كلها مناضله طبعا. تعليق حضرتك على طرد مدير امن اسكندريه من هذا ما كان يجب فعله. لغايه دلوقتي احنا بنتكلم مع محامين، لغايه من كام يوم قضيه القديسين محضر شرطه، ما راحتش للنيابه لحد دلوقتي لسه. لا يعني لغايه يومين ثلاثه، من يومين بدا المجلس العسكري يقول ان احنا بدانا نعمل تحريات نيابه، وبدانا نعمل. معقول بعد قدم تنازلات كتير كتر خير بدا يقول، لكن قبل كده كان محضر شرطه ولا يزيد عن محضر شرطه. معقول بعد سنه حادثه بالحجم ده كله تفضل محضر شرطه؟ طلع خطب فيها الرئيس مبارك وهنئ وزاره الداخليه على الانجازات اللي قاموا بيها. يعني انا احب اقول ملحوظه، اضيف سيد بلال للشهداء القديسين، وانه لازم المسيحيين يبقوا عارفين ده كويس جدا، انه يعني سيد بلال شهيد في نفس العمليه. شايف اللي هو ضحيه ملهاش اي ذنب؟ طبعا. وانا احط نفسي من مكانه، ومن غير ما احط نفسي مكانه، انا مسيحي. وانا عشت اضطهاد في عصر مبارك، وكثير من السلفيين والتيار الاسلامي عاش اضطهاد طبعا. طيب بما ان انت ناشط سياسي او في اتحاد ماسبيرو، يعني تعتبر الممثل السياسي بتاعهم، انت شايف ان قضيه القديسين كانت عمليه طائفيه ولا عمليه امنيه؟ انا هذكر الملف الطائفي ولا انا هذكر لك حاجه حصلت وقت التفجير. بعد التفجير بشويه كان لا احنا عملناها، احنا كان معانا الشهيد مينا دانيال وقت الحادثه. ايام القديسين كنا قاعدين، جمعنا اول ما سمعنا الحادثه، وتم يعني قرار انه مينا دانيال وحد تاني صاحبنا هيسافر، وتم الاتفاق على رؤيه وناقشنا الوقت. سافر فين؟ اسكندريه عشان يحضر يتابع يتابع مع النشطه بتوعنا هناك. خرج احد الاساقفه يشكر سياده الرئيس حسني مبارك على وعلى وعلى وعلى، ما كان من مينا الا ان يهتف ايه؟ يسكت حسني مبارك داخل الكنيسه والشعب كله يهتف وراه. كان في رؤيه واضحه جدا انه النظام هو المتسبب، حتى لو كان في حتى بفرض انه المفجر ليس له علاقه بالنظام، لكن النظام سمح بهذه الحادثه على الاقل سمح، يعني في ادنى المستويات وادنى الافتراض انه سمح بوقوع الحادثه ولم يتوخى الـ الاحتياطات الامنيه اللازمه. تتوقع امتى تبدا يتحرك الازهر والكنيسه نحو بناء الدوله او نحو اسقاط النظام بالفعل؟ أنا أتمنى أن لا تسعى الدولة، أن لا تسعى الكنيسة والأزهر لإسقاط النظام. عشان؟ علشان هم مؤسسات دينية يسعوا لهدم الفساد الأخلاقي، يسعوا لهدم الأخلاق السيئة. طب ما هو النظام برضه، ما هو فساد النظام يعتبر فساد أخلاقي. يبقى يوجه لأشخاص بشكل نصحي ليس أكثر، لأن الكنيسة والمؤسسة والأزهر والمؤسسات الدينية ينصح ولا يجبره. غير لا أنا مش قصدي إجبار، يعني هو ينصح. كان بيخرج شيوخ الأزهر وبيخرج القساوسة في إيد واحدة ويبدأوا يتحركوا نحو النظام الطاغي أو كده. الوقت اللي حصل فيه ده وهو ثورة 19 كان لزاما عليهم ده، لأنه كان في تهديد خارجي للوحدة الوطنية المصرية، وهم خرجوا علشان يأكدوا إن ده مش حقيقي. الآن في برضه تهديد للعب بالملف الطائفي. التهديد ده داخلي مش خارجي. وقت ما حصل انه خرج الاب سيرجيوس في منبر الازهر ويقول انه احنا مصريين ونرفض الدخل الاجنبي، ده كان لازم، لانه ده ممثل خارجي، يعني في تهديد خارجي، لكن الوضع حاليا ما فيهوش الكلام ده. اسرائيل ما بتلعبش بالملف الطائفي. انا ما يهمنيش مين بيلعب بالملف الطائفي خارجيا، انا اللي شغلني اكتر داخليا الوضع عامل ازاي. لو انت مامن نفسك كويس جوه والدنيا عندك ما فيهاش ثغرات، مهما كان مين بيعمل ايه بره مش هيهمك.
يعني. هتشارك في ثورة 25؟ بالتأكيد بالتأكيد طبعا. طولنا عليك. تحت أمرك. شبكة يقين بتشكر. شكرا لك.